ومقامة دعوية والشيخ بالكلمات ثائر. يا فارسا قد هز أعواد المنابر، بالبيت يسطر منبهرا أو بالبشائر. صوت الحقيقة في زمان الزور نادر. يا شيخنا هل مت حقا سيدي بل أنت حي في الضلال. ما هي علاقتكم بهذه الجماعات الإسلامية؟ علاقتي بهم كعلاقتي بأي مسلم في شرق الأرض وغربها، علاقة إرشاد وتوجيه وتعليم، علاقة تبصرة وتوعية وبيان للسلوك، سواء أكان ذلك باللسان أم بالقلم في كل وقت وفي كل حين، فإنهم إخوتنا وأبناؤنا، ولا بد أن نثق في نياتهم، ولا بد أن نعاملهم معاملة الأب الشفوق لابنه، ومعاملة الأخ الرؤوم بأخيه، عندئذ نكون ممن قال الله فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان الله قد أمرنا أن نعامل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إذا كان هذا أسلوب القرآن في معاملة أهل الكتاب، فما بالك بمن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصفي النفوس حتى يكون بعضنا مع بعض، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.